فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعمل في مجال المقاولات والبناء، وأحيانا أخذ مشروعا معماريا من بعض التجار الذين يأخذونها من الدولة، فهل لا بد أن أسألهم هؤلاء التجار كيف حصلوا على هذا المشروع، وهل دفعوا رشوة أو لا، علما أن عملي معه ومع الدولة معا؟ الأصل في المسلم الثقة، ما دام ما تبين لك شيء فلا تبحث عن الأمور الخفية، والأصل في المسلم الثقة، أحسن الظن بالمسلم. نعم.